أول شيء خليني أعرفكم عن حالي. أنا اسمي ناجية. كثير عالم بتسألني ناجية ولا ناجية؟ أنا كل مرة بقولها شكل، بس هلأ رح لكم اسمي ناجية. سورية وعايشة بالإمارات، مخلصة بكالوريوس وماجستير بهندسة العمارة، وكمان بعمل لوحات من الرزم. بتعرفوا من أمتى أنا حابة كنت بلش قناة يوتيوب؟ من زمان، بس كل مرة قول بلش ولا ما بلش وهيك. فهلأ عمل بدي اياه منكم انه انتو تساعدوني. هي شو الفيديوهات اللي انتو بتحبوا تتعلموها عن الايبوكسي رزن، عن انواع الفنون؟ يعني هيك رح نصير نحكي وناخد ونعطي، يعني ما بعرف لساتني جديدة على الموضوع. فانتو ساعدوني شو الاشياء يلي يعني نزلها وهيك. اوكي طيب، مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو انه بدي اقولكم شو هي المواد الاساسيه يلي راح تستخدموها بالايبوكسي رزن ولازم تكون معكم. اوكي هلا شوفوا، انتم مع الوقت راح يصير عندكم كثير اغراض وكثير اشياء يعني راح تستخدموها وما راح تستخدموها، عرفتوا؟ بس في شغلات اساسيه لازم تكون عندكم. احكي لكم شوي عن الموضوع. اول شيء هلا الايبوكسي رزن صار كثير منتشر باخر فتره وعم يعملوا منه كثير قطع حلوه، طاولات، ساعات، قطع للمكتب، صواني، كتير اشياء عم يعملوا منها. طيب بس هو عبارة عن شو؟ يعني هلا وقت انا اقول ايبوكسي رزن هو عبارة عن شو؟ هو بيكون عبارة عن علبتين بتكون مع بعضها، بيكون عنا الرزن وبيكون عنا الهاردنر، الهاردنر اللي هو المصلب. تمام، الرزن اذا بيضل سنة سنتين لحاله على هذا الشكل رح يضل مثل ما هو سائل، والمصلب نفس الشيء اذا بيضل سنة سنتين على حاله كمان رح يضل مثل ما هو سائل. اللي بيصير انه انتم دائما بالعبوه اللي بتشتروها بيكون فينا هدول الاثنين. شو بنعمل؟ بنخلط الرزن مع المصلب. كل براند بيكون عنده نسبه خلط او يعني مده خلط معينه، في براندات 3 دقائق، في براندات 5 دقائق، انه نحن قديش لازم نخلط الاثنين مع بعضهم. تمام، بنخلط الاثنين مع بعضهم وبيصير في عندنا تفاعل كيميائي، بسكب الخليط على السطح اللي انا بدي اياه، مثلا ساعه، طاوله، اللي بدكم اياه، وبعد 24 ساعه بتصلب عنا القطعه يلي عملتوها. تمام تمام، هلا هذا بس كلياته شرح مبدئي بس لحتى افهمكم انا عن شو عم بحكي. هلا كثير عالم اصلا صارت ما شاء الله بتعرف بهذا الموضوع وخبره بالموضوع، بس يعني للعالم اللي ما بتعرف، اذا عندكم اي سؤال عن الموضوع اكتبوا لي لحتى اجاوبكم عليه. اوكي هلا اول شيء لازم يكون عندنا مثل ما قلنا الرزن، خلينا نشيله. هلا اهم شغله هي ماسك الحمايه. هي هذا عن جد كثير مهم، الماسك والنظارات. وقت بيصير الخلط بين الرزن والمصلب بيصير تفاعل كيميائي وبينتج منه ابخره، انتم كثير مهم انكم انتم تحموا حالكم بماسك. النقطه الثانيه لازم يكون عندكم كفوف. الرزن بس يجي على الايدين كثير غليظ لانه هو كثير ماده دبقه وكثير غليظ انكم تشيلوه. اوكي صح في مواد انتم فيكم تشيلوها فيها، بس ستيل كثير بتضل ايديكم دبقه. هلا مثل ما قلنا انه نحن اول شيء بدنا نخلط الرزن مع الهاردنر، معناتها اكيد شو بدنا؟ بدنا كاسات. فيكم تستعملوا الكاسات الكبار او الكاسات الصغار يلي بريحكم، بس انا بستعمل الكاسات الكبار وقت اكون عم بشتغل مثلا على قطعه كبيره وما بدي انه اعمل الخليط اكثر من مره. مثل ما شفتوا انه علبه الرزن اكبر من علبه الهاردنر، ليش؟ احيانا بيكون عندكم علبه الرزن قد علبه الهاردنر. السبب انه نسب الخلط مختلفه، كل براند في عنده نسبه خلط مختلفه. في براندات مثلا بتقولكم واحد لواحد، يعني اذا انتم خلطتوا 50 جرام من الرزن بدكم تخلطوا 50 جرام من الهاردنر قد النسبة. اما في براندات بتقولكم لا مثلا 2 لواحد، انه اذا خلطتوا من الرزن 100 بدكم تخلطوا من الهاردنر 50. تمام، هلا هي كلياتها بتكون موجودة على علبة الارشادات اللي انتم بتجيبوها. فلهذا الشيء انتم شو بدكم تحتاجوا؟ اكيد بدكم تحتاجوا الميزان. يعني انا اذا بدي بلش رتب الخطوات انه انا حطيت الميزان وحطيت الكاسه واجيت حطيت اول شيء الرزن بعدين حطيت الهاردنر. تمام، لهلا الخطوات كثير سهله وكثير واضحه. طيب بعدين شو رح نحتاج لحتى نخلطهم مع بعضهم؟ رح تحتاجوا اعواد الخشب. هدول اعواد الخشب يلي انتم رح تحتاجوهم لحتى تخلطوا الخليط مع بعضه. طيب مدة الخلط بتختلف كمان من كل براند، في براندات بتقولكم خلطوا لثلاث دقائق، براندات بتقولكم خلطوا لاربع دقائق، وانا بقولكم كل ما خلطتوا اكثر كل ما كان احسن، وما تخلطوا بسرعه لانه وقت نخلط نحن كثير بسرعه بيطلع عنا كثير فقاعات. اوكي فينا نتخلص منهم بس يعني رح نتخلص منهم بصعوبه، فلهيك خلطوا كثير بطيء وانتم عم تخلطوا. طيب هلا هدول المواد الاساسيه.
بعد ما نسكب الخليط على السطح رح يطلع عنا فقاعات، يعني يلي بيشتغلوا بالرزن بيعرفوا هذا الشيء رح يصير، انه رح يطلع عنكم فقاعات. كيف بتشيلوا الفقاعات؟ في عنا طريقتين. اول طريقه هي بواسطة التورتش، والتورتش كثير عالم احيانا بتخرب مع القطع بسببه. ليش؟ لانه اذا قربتوه شوي على القطعه بتلاقوها انه هيك عملت مثل حفر او حرق. ففي عندكم طريقه ثانيه انكم انتم تجيبوا بخاخ هو مزيل للفقاعات، هو بيكون مثل كحول ممزوج بشيء ثاني بيشيل لكم كمان الفقاعات. تمام، هلا هيك بنكون خلصنا المواد الاساسيه اللي رح تحتاجوها اول مره عم تشتغلوا بالايبوكسي رزن. هلا في كثير اشياء ثانيه رح تصيروا تحتاجوها، مثلا زجاج مكسر، كريستال، ورق ذهب، كيف تطبعوا الاسماء على الرزن، كثير اشياء ثانيه، بس كشيء اساسي هن هدول الاشياء. وشيء اساسي كمان مهم هي قوالب السيليكون او السطح اللي بدكم تسكبوا عليه. يعني انا بعد ما عملت هذا المزيج وين بدي احطه؟ بدكم انتم تحطوه على لوح MDF ولا انتم بدكم تحطوه على قالب سيليكون؟ بس نصيحه، اذا انتم كنتوا لساتكم مبتدئين بلشوا بقوالب السيليكون. ليش؟ لانه قالب السيليكون رح يعطيكم نتيجه انتم رح ترضوا عنها بالبدايه، لانه الالوان رح تصير تختلط لحالها، فرح يعطيكم هيك افكت رح يعجبكم. اما وقت تعملوه على لوح MDF يعني رح تصيروا انتم مضطرين انكم انتم تعملوا كيف الشكل بدكم اياه، انه انتم تدخلوا الالوان مع بعضها. بس اما على قالب السيليكون لا، هي الالوان هي لحالها بتفوت مع بعضها، فبيطلع عندكم هيك افكت حلو. الالوان يلي بنقدر نستعملها مع الايبوكسي لازم بحكي لكم عنها بالفيديو الجايه. وبدي اياكم تكتبوا لي اي سؤال عنكم اياه عن هذا الموضوع، اذا جربتوا قبل تشتغلوا بالايبوكسي رزن ولا لا ولا لسه. و هيك بكون خلص الفيديو، واكتبوا لي انتم شو عندكم اسئله بالكومنتس، وحط لكم صفحه الانستغرام. اذا انتم اجيت وشفتوا هذا الفيديو ووصلتوا لهون اعملوا لي فولو على الانستغرام، واكتبوا لي انكم انتم اجيتوا من اليوتيوب، وبشوفكم الفيديو الجاي.